الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى من صار على نهجه واهتدى بهديه ودينه إلى يوم الدين. اللهم وفقنا من العمل ما تحبه وترضاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلالات والبدع والفتن ما ظهر منها وما بطن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الإيمان، صلاة أكدب إلهي بين أمهد علينا سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ينسو رجلي إنا ينكسو وذقيب قلنا محاضرة بإذن ربنا سبحانه وتعالى أين كرة شوين هاي أي سؤالون أين وقدم بيان ولا ليال مرلباد وحين أمهد نقينا ولا لها شرفت بدن إنو سورة قليي إنو كصوبحنا بارتن بيش كينا دينتين ونستيحو ولا لها أقاسمي كشقيي كهولا وحنولينا هاي جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وحنصدا وكلا نمهد نقيا تدوينها شرفتها بدا إذا قيسانيا ستوصا وقتشرا محاضرة يكوى قضال بكسو قلي دونا إكده قيسان دونا جزيتم خيرا سدا وناكسا إفيعان أدو قد داليسان برشد الدين الله دين الله دين رب العالمين الذي أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. دمانا ولا ليال وحين تعلنا هاي إنو إلهي وينقرى للنخضه هذا ما نسعى إليه ونجتهد عليه وارنت إنو كد ذالينه وارنت إنو أصعينينه أن يرضى عنا رب العالمين الله جل وعلا إنو إنقرى للنخضه. أيها المسلمون عباد الله واد أركيسان أبصي واد مقليسان موضوع أي إعلان صن عنوان كيس ولا ليلوح يهي كد دال كردنت يسيادنت إيمانك إيمانك مركين لانا هاي
وإيمانكي أهل صنوها إسلي قانين أصول الإيمان ككوبا سيد حديث جبريل كتمي الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه والذي أخرجه الشيخان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره هذه هي أصول الإيمان إلهي سبحانه وتعالى دومهن الرالي وكغن قناعي لا إيمان سيها إلي مادان إيمان كاسوا إيمان كهل صنوها إتلمامان إنو كحاصل آيو أبسو كحاصل قروبيو قول باللسان وتكوباد عرب كين الله قد واقو واعتقاد بالقلب قلبي قين اللقاء عقيدي أو لقاء آمنه والعمل بالجوارح حبناها إن لقى السمعي إيمان كنين يهي يزيد وينقص إن كزياد طاعة إلهي جل وعلا إن كنس قام وكنا قسم سمعينت معصية يدا بيدا إيو كدعيتانك كبائرتا كفرق يقال نمضا إيمانك وكل نسقامة هير يدرشا يقفك ولا ليلوحو كقارة إنو إيمانك وإنو إسكبوا أيو عياذا بالله لأن المعاصي تضعف وحي ضعيف نيسا وحي تاقدر ريسا وحي ماشا ايكا صارتا شيق الله يقان ولا ليال ايمانك ولذلك علمدو وحي تلمامين اني معاصد يدا بيدو اني يهين بريد الكفر وبوستي يدا بالكي قال نمضى ويتهي قفك مسلم كوينو يسكتشيرو ويسكنا الى ريه دنبيك كيسا ير يا كيسا وين إنانو ايقين معصية اللفتيدة لكن ها ايقو لا ينظر إلى صغر المعصية معصية يران تيدة ها ايقين واحد ايقتا اياد عاصيني صح الخالق الذي رزقك ورباك بنعمه الدينية والدنيوية المنعم الله منعم كأه ديغسي كأه عقوبة ديسا هدي أدوميس ويدن بابانا نسودة تتشينا هين وكادية الله صاد عاصينا يسا ربي سبحانه وتعالى منا مذنقف كمسلم كو إلهين معصيين أقوره ربي سبحانه وتعالى إيمان كعين كاصيين كهد لينو إن لقد دالو زياد تيسا كردين تيسا يقرحين تيسا ويا إيمانك صدا هربين أطل ماني يزيد بالطاعة وحكو زيادة طاعة يوناك سمينتا عملك صالحة إلقا قد يعني يا رسولك عليه الصلاة والسلام وحكو نسقام يا ولال جزيت خيرا وحل لي وحد دنبية معصية مخالفة لقو عاصنا يو إلهي يا رسول كيسة أيها المسلمون عباد الله سؤال شيء سويدين تمضاني وحي تهي في هذا الوقت بالذات محين أحلني موضوعا محين وقهد لنا زيادة الإيمان يا إيمان كينا لقد داله أرطاء السؤال شوحين كجد شوابينا مروى البوالوبة هيا هاي إيمان كإن اللواناتشي إن اللطيي ومحاسبة نفتنا للحساب تمو أرنت عين كاسينا لقد داله
waxa inta ay noo dheer walaalayaal sida wadad ogsoon tihiin رمضان على الأبواب رمضان الباب بدأ عتبدا الباب كي تاجنتهي إلهي وحينو كبر يينا أولا وآخرا إنو إلهي وينو قدره كو النولادا إنو إلهي وينو قمدرقه بش رمضان إنو إلهي وينو قارسيه ربي جل وعلا ما دام رمضان ولا لي لا يدود هاي وحين أباها النهاي إيمان كإن اللقد داله إن بيش رمضان إن إناس وقشة إن قد ديار قرو كسوغان إيمان كانوا درجة آد أهير سريسة مريا وديارة وطباب الشيستي إني رمضان إني كفى إديستان بإذن ربنا سبحانه وتعالى عملك صالح عدين وقباهي بداني مجرته وحلقا قباها يهي مر والبا إن عملك صالح كد داشت حالد والبا أتكسو قانتهي يسي والبا أتهي يضروف والبا أتكسو قانتهي مشاكل الحياة للاقدن كيقاد للاقدم يسيد يعني كاهر يستاقن إناد عبادة يستد عبادة فيعن أود إلهي يدو قد وان يسيد ربي سبحانه وتعالى يا أيها الناس مركا وقوه الرئيس وحن إذين دردار ميا بتقوى الله إلهينا لقبق ضوه عمل صالح للي ماده عمل إنين لني مادن ما يحب ربي ويرضى عمل إلهي وكراريحي ربي سبحانه وتعالى إنين كفقان وحوالبا وإلهي عردي سكينية إلهي وإنو عراني دنبي شرك معصية انت بوين قلبك لك حاره إني نكفق نولا لي الأسباب الضلالة والشقاء أسباب تباد يوقع يقول درضة معصية يكبل عميسة ميلك لبها كرادير ويعاقب ديدنا يتهي الندامة والخسران في الآخرة قفكو إنو إسقوما ميو أو ديبين تهوستا أو كقنينو فرطان هوستا إنو كقنينو مالي تا آخرة دا مالي تاي نفتو أي كبحيسو إنتينان هيركا يدر اتشدا بين إنتينان قارين أيها العبد المسلم فلنعمل صالحا عمل وناكسا هينو سمعينو دمان ولا لي الوحي نؤامسن هاي إلهي إنين لكل مدون ربي سبحانه وتعالى قف كستو إن قمدي وحو آمسن يهي أنه سيلقى ربه وهذا من اعتقاد المؤمنين الخلص مؤمنين إيمان كوغا برا حتري وعلامتك مدى علاماتك إيمان كوغا إني كدب تشيغان أي حقيقيين إيمانك إلهي سبحانه وتعالى ويري الرمية هضب ولا ليال إلهي قرآن كواوين قدر دامي فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بربه أحدا قفك رتكر تشوي إلهي إن الله كلمه عمل صالح وناكسنها لي ماده عبادة التوحيد كل صنها اللي يماده ولا يشرك بعبادة ربه أحدا عبادة إلهي عدنها وقو شريك يلين عدنها لو ذاتشن إلهي هاي نعابدنا إنكو عبادة وبر احترينا هكذا كان الصحابة يا عباد الله
sida asay ahaayeen saxaabadii rasuulku calayhi salaatu wassalaam qaar ku dadaalo oo la yimaada, qaar walaalayaal waxay hiigsanayaan ay tahay wax aada u sarreeya, waxay hiigsanayeen aljanna, waxay doonayeen intay adduunyada ay joogaan inuu ilaahay uu ka raali noqdo. aakhirada marka la yimaadana inuu Allah jalla wacala inuu rabbina uu ka raali noqdo. ayuha almuslimu ya cabdallah, arintii may dhacday mise may dhicin? Way dhacday. Natarada canhum lyowm, mar walba oynu maqalno magac kamida magac min saxaabati rasuulillaahi salawaatu rabbi wasalaamu calayh, maxaynu ku jawaabna? Radiallaahu canhu, ilaahay ha ka raali noqdo. ilaahayna subxaanahu watacaala fi lqur'aani lkariim arintaa waa inoo tilmaamay. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يحيي لكوي دين توديري أولين تأها أوسه الريدين تإلهي من المهاجرين والأنصار ومهاجرين يا أنصار أكمد والذين اتبعوهم بإحسان يكوي وناقك قطيضي ilaahay muxuu jaa-iso iyo abaalgud iyo abaalmarin ilaahay muxuu ugu abaalguday? radiallaahu canhum, ilaahay ayaa ka raali noqday. waraduu canhu, iyaguna ilaahay bay ka raali noqdeen. hadihi hiya acdamu umniyatin yatamannaaha kullu cabdin muslimin minna, cid kasto inaga inaga midi, mid yar iyo mid weyn, dhalinyaro iyo ciroole, rag iyo dumar, lab iyo dhadig, waxaynu doonaynaa inuu ilaahay inuu inaga raali noqdo rabbi subxaanahu watacaala. waxaynu aaminsannahay walaalayaal waxaan maanta aynu samaynay camal saalixa inaynu beri ka maalin inaynu la kulmi doonno. hore baynu u soo tilmaannay faman kaana yarjuu liqaa'a rabbih, walaalayaal cid walboo inaga mid ah wuxuu ku rajo weyn yahay inu ilaahay inu la kulmo. wakama jaa fi lxadiid الصaxiix, mid walba oo inaga midi sayaqifu amaama rabbih, ilaahay hortiisu istaagi doona, laysa baynahu wa bayna allaahi turjumaan, isaga iyo ilaahay cid hadalka u kala qaada iyadoo aanay jirin cid u kala turjumaysa. is afgarasho meesha ma imanayso. ilaahay waa latiif, khabiir, caliim rabbi subxaana watacaala, liannahu huwa aladii khalaqana warazaqana, allahu aladii subxaana watacaala aladii amaatana thuma axyaana, ilaahay waa allah ayna dilay ayna soo nooleeyey, allah ayna abuuray ee naftayna geliyey. rabbi subxaana watacaala alaa yaclamu man khalaq wahuwa alatiifu alkhabiir, ilaahay wax walba xogogaal buu yahay. camalladan saalixeen maanta aynu ku dadaalayno walaalayaal waa qaar beri ka maalin aynu la kulmi doonno. ha yaraysanin sunnada faralka, soonka sunnaha ah, soonka waajibka ah intaba walaal ha fududaysanin, waa qaar aynu la wada kulmi doonno. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi yowma tajidu kullu nafsin maa camilat min khayrin muxdara wamaa camilat min suu tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan baciida wayuxadirukum allahu nafsah, ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi maalin baa imanaysa tajidu kullu nafsin maa camilat min khayr, naf waliba waxay helaysaa khayrkay soo samaysay, ataaca, istimaac almuxaadaraat walmawaacid, alxuduur fi xalaqaati alcilm, imaanshiyaha la imanayo xalqadaha cilmiga ee laga soo qayb galaayo. sidaa oo kale walaalkayga muslimkow, waxaa ka mid a baaraka allaahu fiik waxsan allaahu ilayk sadaqadad sadaqaysanaysay, xajkad xajinaysay, cumradad aad la timi, aad cumro ahaan aad u tagtay, walaa salaatu leylka tukanaysay,
تصبيح دا يذكرغا تفكركا أد كفكريسي مخلوقاتك إلهي سبحانه وتعالى في السماء والأرض، السماء والأرض والجبال والنجوم مسخرات بأمره إلهي سبحانه وتعالى وحويا وأضونك مسلم كناولها ربنا ما خلقت هذا باطلا مركو قف كليا أبو الصمدا أبور كيغا حديقهن هبينك إلهي عركة كقرحية قرحدا صباحي سيطيحا إي أن كل مهين أيا وحورني يا ربنا ما خلقت هذا باطلا إله وارنتها باطل يا عيار يا دلنتيدو ماد أبورين مالين تاسي ولا لي الأعماش خير كين مانتين قبنين بريك مالين إله يحيلي محضرها ولا صو حاضرين دونه ولا لي الأعماش هذه أيام مد لقوق صوترينية لا نضيع أجر المحسنين إلهي إن قد طيع ما يو أجر كين صو قبني أبص أي نصو سميني ولا لي أيها المسلم يا عبد الله إلهي حكالوي نوت المامية وما عملت من سوء نف والباء عمل حنصو قبطي شرك بدع معاصي قبور لغو طوافه قال نيمو أصنام لو سجوده ولا ليال دين إلهي أولا عايو هيصها حجاب لأنت وحا أردن اسكو صوتوتو معاصي دا نعيه دا كالدوان بدع لا مهيق فهرها بضن كفرك يا شركياتك اي موجدها بضا يا حنبضا بضا ولا ليالك بضتي وحاسيها دواء دونك وسميه ونو نقد معاند مد مدح أدك إلهي عنادية إلهي سبحانه وتعالى نهجان سنين إلهي أن مقلاهي نردقي سنهين إلهي يحيلي ولكيني ولا صو حاضرين يا عماشاه مركاسو تمنية الأمان الباطلة إيه وحبان ترعي تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا وحو تمنية دون كاسي عمل الله داسي مركي أم وقدار أي الظاهران فول حمدود إنو أها حقيقة ظالم لنفسه من نفتيس الظلمي ظالم لربه مضيع لحقوق الله جل وعلا مضيع حقوق ذا إلهي أيا وحو يسليه ويسأرني عمل كان حقي بالغاق قرية الله ما لغو كلفوغيو أديك يا عمل كان ما ليذين كلفوغيو لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا وحو تمنية مسافوين آد أفق إساقا يسيئاتك يحمانتا إنا لك لقيو مشرق يمقرب إنا لغو كالطورة ما يدعيسا ما يتونك أيوك ستا ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى في هذه الآية وحو ربي سبحانه وتعالى وكسو قبقبيي ويحذركم الله نفسه إلهي وحو إذن كدقية نفتيسا إنا دمعاصي أتصميصان أقر درا أدلتي مادان رسوش إلهي إن الخلافتان دعادة يا علماء إن الدقيسان ويذان إن الشيطان كإن الأطيعان عدو جينا كوبات حيالها سينة سميسان آخرنا سيدا إلهي ليدين كهرقية أو إلهي هرتي سنة ليدين صوت بيا حصمينينا سيدا أصيب إلهي سبحانه وتعالى إلهي نفتي سويدين كدقية حصمينينا وحو إلهي سبحانه وتعالى ويدنك عذاب كره أيها المسلمون عباد الله هذا يارين تاسي جبته قفك صالحة المسلم العاقل الفطن إن ديت قردك أدونك إيجي عواقب الأمور أرمها عربتو ده أركتديسو أي دير تهي ميلفوق وحكا قرته يضي وحياله أي فقهينو آني دوين با فهما أرمها سيصادا شيء صعونيسو أولو الألباب تدك عقوش له محلو قباهن يحي وحلو قباهن يحي ولا ليا العمل الصالح إني لي مادا الحسن هو الغاية والحكمة ولا ليا الوطوي لهي وينو أبو ري سبحانه وتعالى
عمل صالح اينو بادينو وحكمه يو تشدد لغا لها ابورك سموينكا يا ارلدا همودين الدنيا دنينا لينو كيني اوبد فربضان اينو دونو اينو فوقيو يا عمارضو دادير ناطحات السحابة اينو ديسنو فوقيادو سرية اينو عالم كدافيه سا اينو كنت مشلينو مالين با ميل اينو كدقنو ضل اينو بوقنو نفتين اللور راحيو همودين وتشددوا الى هوي نو ابو رين اي تهي انا وحلعونا او لعبه او لسكن نولادو مسلم كو انو نقضو قف قافله لا يعلم لماذا خلقه الله لا يمحوكو ابو ريرت مشاكل باكو لسو درسي الى هيوكو امتحان يا صباح وتشدد اذا بعد قرانا هين وتشدد ادو انا اي تهي قف نصيب كي كحماضي ها او لكي انا هين سيدا ما انت ولا ليال ضدك الهي سبحانه وتعالى الرومينين حال كوغوي هي زيندا الهي دولك سبحانه وتعالى دشي دوريغي وحوي كل هذا ووصيله اينو كو غارينو اينو كو حقيقينينو اينو كو دباينينو عباده الله سبحانه وتعالى لكن إلهي محوين أبوري وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عمله سو إلهي وينو امتحامه كان با عمل وناكسن كان عملك وناكسن في عرض عملك صالح أكد داله إلهي نرالي قليه ربي سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى وحي نوت المامي في سورة الكهف آية الضباط إنا جعلنا ما على الأرض زينة إلهي وحي الوحى الله لي وحى أرلد الدشيدان ودقني قروح بانو وقدقني زينة لها أي للأرض أرلد أيو إلهي كقرحي إمارة ذهن إفتين كان وحيالهن دلالة بلك تله كل هذا وزينة لكن أتشددوا محي ولا ليال لنبلوهم أيهم أحسن عمله سيانو امتحان كووغ عمل كوناكسن إلهي سبحانه وتعالى في سورة الملك وحيلي ربي سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة إلهي سبحانه وتعالى والله أبوري جيريد إيانا لصح واي سبب محو إلهي وأبوري ربي سبحانه وتعالى ليبلوكم سو إلهي ذين امتحامه أي ليختبركم أيكم أحسن عمله كين عمل كوناكسا أي يلي إلهي سبحانه وتعالى وهو العزيز الغفور إلهنا والله عزيز كأه إذن بدافك بضا أيها المسلمون عباد الله هدو أرنك ولا لي لا أدوي هاي الشأن العمل الصالح إنين عمل صالح الله نماضنا وإنين حقيقنا وينارتها إنه كدب شيخنا عملك الصالح يري رئيسي ملها إنه لقفه قادة دنبي يدا يوحو إلهي نقول عراني ربي سبحانه وتعالى إنه مالنت آخرة إلهي للكل مدونه إنه ولا ليال إنه الله تباب الشيسته الله سبحانه وتعالى ولا ليال وحيلي إلهي سقار انت إنه قال حضليا وحيلي ربنا سبحانه وتعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير متشروح خيره ونفتينا دو صهر مرينيسان ودو سو قديميسان تجدوه عند الله إلهي أكتي سيد كهليسان إلهي أكتي سيد كهليسان إلهي يحيي ربي سبحانه وتعالى تجدوه عند الله هو خيرا تصيدين خير بدن تصيدين خير بدن محلقة ودا عملك الصالح إن دوح والباء أتكهر مريسان هذا تانس أده الشد أتكو عبادي سنيسد وقت قيانو كاقل من إن دموبل كاقل أتكو مشقوش وقت قيانو كاقل من إن دميل
قصل ما لا يعني يا أدو تكتيد يلقو يا دلقاف هكاريجن هدو وقتي انت معاش كيا الدنيا دا هذا مركز كش قيستي مركز كسو لابتي وحوي وقتي ما لا يعني كوغو دافا يا دمبي او تكفى ايدي سنة هين او كود وين هين الى الله جل وعلا بل وحلقا قبا هي ان تكون لله ذاكرة إن أدنقونين قافل إن أدنقونين معرض عن ربه ودينه يا إسلامك إلهي سودتشي ميت كتيدا هنقونين ميت ملك للوغة يريو دانتي سيا مثل حديثنا كموغن أو كقفل ديسن يعني أرين تاسي خسارة أحين ولا لير وتشددوا إلهي نو أبو ريبا إن تكتيد ستي ولذلك إلهي وحينو دردار يا ربي سبحانه وتعالى إن عمل خير الله صهر مريو كفر صنع الله شهد يا عبد الله مركد قبنا يسيد عمل فليسيد محاد قبطها محاد كو هولانتها محا عقلي قاقا محا مشقولي قلبي قاقا محا دبولي محا طهاري محا هريي محا كبوحا قرآنك ذكرك علمك دعوتك خيرك دينك ولا ليلطاعة حصوصنان تآخرة نلوش هذا يقلبك قدر انتلك بكل تحي يعني أهين يا أيها المسلم يا عبد الله انتاني بشرة بضاني نوسو قلين مدى انو كل حساب تننفت ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى وندي سوى متحل دير وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا عملك ونأكسن أتكو هولن تهدين أتكو مشقول إيسان أيا وحويا إذين خير بضن وإذين ونأك بضن كاسا إذين فضل بضن وإذين فيعا إلهي ما إنت أسوكو كوبي ولا ليا مايا إلهي وحيري وأعظم أجرا أجر أهان وين لما قياس حتى لما حدد لما عيم لما قدر أبا وحويا لما قياس أو وحويا لما كوب إلهي سبحانه وتعالى وسيدي وأعظم أجره وقو مدنا يا عبد الله ياد لا تعامل إيسا ياد لا تعامل إيسا هذه التجارة تجارة العبادة وسوق أخيارت يا مؤمنين تا وسوق ولا ليال من يريد لقاء الله من يريد الجنة من يريد أن يعيش في حياة طيبة إلهي سبحانه وتعالى بلن بوك قاضي تدك أعماش الصالحة الإيمانية فلنحيينه حياة طيبة إلهي حليها نوليسينه أو نوليسينه أو قلينه نول الوناكسن حياة طيبة نرول في عن أولا ليال وحرش عرشي عن لحين واتي أهل تنوهي أرندونان الحمد لله الذي أذهب عن الحزن وإلهي بام هدى إسكال اللهم رقد أي تيران يدا تعبك يدالك الله سبحانه وتعالى نقدتك سيي إنك بابيي إنك مصحي تنظرا نؤركينو وناقا الله سبحانه وتعالى ندتشيي وأعظم أجرا وأعظم أجرا أجر نوين إلهي باصد علي يا عبد الله مياني قول درا أهين مياني نصيب حما أهين شن إلهي صداوين قبلا قاضي إني نكقدنا ولا ليال والله ولا ليال وارن أدنا علامة من علامات الشقاوة وعلامة كمدة على مدها قول درد ولا ليال مركا وحلقا قبي ما تئن الدداشيد بريكا مال ولا ليال هدين النمادنو وحويا آخر ضح وإلهي سبحانه وتعالى وينكينو إنقو عمل في عن يصهي وناكسا أين سيدن ولا ليال على علكو يعتابك يتواوعه إن ولا ليال إنك ساري ميسو
arintaasi ma keenaysa saamaxaad? Qur-aanka in fara badan baynu ku aragnay iyagoo sidaa u calaacalaya. Cidda calaacalaysa waa iyo waa almufarituun almudayicuun lixuquuqi illaah, wa kuwii adduunyada dhalanteedka iskaga noolaa ujeeddo allaalaya ujeeddo loo abuuray aan garanahay. Hammuhum wa ghammuhum alaklu washurbu wadaxiku, inay cunaan iyo inay cabbaan, inay qoslaan, inay meel fiican habeenkii inay ku soo caweeyaan. Bas intaasun bay xayaatadood iyo noloshoodu ahayd. Ilaahay muxuu xaalkooga kaga warramay? Xataa idaa jaa'a axadahum almowt, iyadoo aakhiraba lasla gaadhay, markay geeridu ay soo waxa weeyaan ay u soo xaadirto, wuxuu odhanayaa walaalad, qaala rabbi irji'uun, ilaahu adduunyadii ha laygu celiyo, waxaan doonayaa inaan soo dadaalo hoogayga iyo shalleetadayda, camal fiican maan soo siyaadin, maan soo kororsan, cimrigii lay siiyey kamaan faa'iidaysan, dhalanteed iyo xaqiiqada oo la iga indhadaday ayaan iskaga noolaa. Arrimahaasi may anficiyaan walaalayaal? Waxba ma anficiyaan walaalayaal. Muxuu doonayaa? Lacallii acmalu saalixan fiimaa tarakt, wuxuu leeyahay wixii adduunyada aan kaga yimi cimrigii iyo da'dii, maalkii, waladkii iyo sawjaddii, guryihii iyo baabuurtii, macaashku ilaahay adduunyada igu siiyey, bakhaaradii, arrimaha oo dhan baan ka soo faa'iidaynaya. Lacagtayda waxaan ku bixinayaa diinta Ilaahay, inaan walaalaynan wax weeyaan lagu kor yeelo. Waxaan gelinayaa macaahidda iyo meelaha Islaamku dani ay ugu jirto. Waxaan noqonayaa mid carabkiisa haddana ahaan jiray heesaha iyo baatilka iyo laqwiga iyo qabyaalada kaga faa'iideeya. Waxaan kaga faa'iidaysan doonaa khayrka iyo taacada, dikriga iyo wanaaga. Arintaasi wax may u tarayso walaalayaal? Waxba uma tarayso ya Cabdallah. Walaalayaal, la celin maayo hadihi alfursa aldahabiya. Walaalayaal, waa mid daaftay weey. Ayuha almuslimu ya Cabdallah, alcamalu asaalix waa mas'alo kale, mabniyun cala aliman almuxaqaq, wuxuu ku dhisan yahay iimaan dhab ah, wuxuu ku dhisan yahay iimaanka midho fiican ayaa ka dhasha, cawaaqib iyo cirib dambeed fiican baa ka dhalanaysa, ujuuran kabiira ajaro waaweyn ayaa ka dambeeya. Ilaahay baa subxaana wa tacaala caalamkan gacanta inoo soo gelinaya. Ilaahay baa tamkiin iyo inuu hadhka Islaamku meel walba inuu ka taliyo. Ilaahay baa nabadgelya ina siiniya, khawfka iyo cabsida aynu ka baqanayna cadowgeena iyo qeyrkood ayuu Ilaahay naga baabiinaya. Maxay ku xidhan tahay arrintaasi walaalayaal? Waxay ku xidhan tahay bilcamali saalix almuqaribi ila Allah, camal fiican oo qofka muslimka Ilaahay uu ugu dhowaado rabbi subxaana wa tacaala. Wacada Allahu aladiina aamanuu minkum wacamilu saalixaat, ilaahay wuxuu ilaahay u yaboohay, wuxuu u ballan qaaday ilaahay subxaana wa tacaala, kuwa idinka mida camalka saalixa alla yimi, la yastakhlifannahum fi lard, ilaahay subxaana wa tacaala inuu dhulka khaliifa inuu uga dhigi doono qaar adduunyada u hara oo ka taliya oo maamula, kama istakhlafa aladiina min qablihim, oo siduu ilaahay subxaana wa tacaala gacanta uu ugu soo geliyey kuwa iyaga ka horreeyey. Aladiina min qablihim wala yumakkinanna lahum diinahum, diintoodana waa umakansiin qaar tatbiiqin iyo diinta ilaahay tabaaraka wa tacaala, diintoodana way ka gacan buuxsanayaan buu yidhi rabbi subxaana wa tacaala. Alladii irtadaa lahum, ee ilaahay wuu uga raali noqday, wala yubadilannahum min bacdi khawfihim amna, baqaha ay ku jiraan ilaahay muxuu ugu bedelaya waxa weeye amna, nabadgelyo iyo baraare iyo naxdin la'aan ayuu ilaahay siinaya. ilaahay arrintaa muxuu ugu ballan qaaday? Aayadda qaybteeda hore ayuu ilaahay subxaana wa tacaala ku tilmaamay, wacada allahu aladiina
آمنوا منكم أيو إلهي لي سبحانه وتعالى لا يحقوا يبوحي وعد الله وحق وعد الله ومدفله وعدي يبلن كإلهي أي قوة عظمى في الدنيا إن نهر استاقحي هذا وعد من الله يا عباد الله ووعد الله حق بلن كإلهنا ومدحق أوي أرين تاسي وحلي نوقبا هيا هي إنا ولا ليالينا لقد داله عمل كوناك سني وحلقو متيسان يصيدا هربا نصوت المامي حياة طيبة نرول في عن ولا ليال الدنيا دا انت توقتت أياد نرول في عن كنا نها نسا ونرول تذاكرين تا قلبي قاقا أياد دريمي الراحو قلبي قاقو حو دريمي معان لذة للعبادة هكذا كان نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه هكذا كان صدر هذه الأمة أمة قيب تيدي هره سيدا صيحاين عبادة أي وحول بك لقيمة بطنين لأنهم فهموا إني نلش في عنيني حقا إني كتشتو حقيقة ونرل في عنويا ألا بذكر الله تطمئن القلوب قلبك وحك لكم حصلي كرو والبهار ورور والول ولا ليال يكدب ورور با انتو با ولا ليوي كابا با ايسا كالسوني با تكون نولان ايسا الهي بد امين ايسا ربي جل وعلا الهي سبحانه وتعالى محيري من عمل صالحا قفك عمل صالحا سمية من ذكر او انثى لبها النقضو ابدد ديها النقضو رقي الدمر يرقي وين وهو مؤمن يسوق مؤمنة أبال مرين توامحي ما أنت ولا أنت أبال مرين تبع أنشيقين تطفر بضن ما أنت وحي كعبانيان عريري قلق ورور والبهار هبينك مصيحانيان وحوي يعني قد انفتحت عليه الدنيا بهمومها وغمومها الدنيا دي أردن أياكو إن رأيك وذا النقطة وحول بوا وكهريمي عريري بودريمية أرين تاس وحي قاريس ورور هرد الله آن وحين مقلي نددك قاركود إن هذا الله دا إنو أغسو يلحقوغ أبا الله إنو أغاك إنو حكامي وي إسكبوغين وي إصلاحات لين و إصدافي و كسيدايي و كلولادي حاك اللي فيه ولا الوحاول عذرك أبا عذر رضا عن شيقي أبا سئتي رضا بدن سوتري عابدين تا إلهي برطي ميهي كو دعضا كو دعضا مصيبة دي دوني سهاكو قبصتا مشاكل كدوني وحوين هاكو قوي مادو مصيبة دي دوني سو هاكو ما شايسو أو هاكو هراريسو وحتكون نوشهاي براحة القلب لماذا يا عبد الله إلهي باطل صارتي سبحانه وتعالى إلهي با سبحانه وتعالى أرنت هذا كافنيا إلهي قافل كامأها إلهي كامموغنا ربي سبحانه وتعالى أرنت سبحي كليفيسا ولاله وحي كليفيسا وحول بأوكاه ريمادة تلك المقالة العجيبة التي حكى الله سبحانه وتعالى عن يعقوب نبي الله يعقوب عليه السلام أيام مروى البعرب كاقا كسودك دقيسا تاصاد يقين صنيسا أو يقين كوأ وامحي فصبر جميل والله المستعان وحويا صبر قروح بدن بان صبرية إلهي نواك الميصانية إنما أشكو بثي وحزني إلى الله إلهي بانو عبانية مشاكل باقي هاي استصماها مصيبوين فربذن بايقو يمي صوماها وبدلاءان بان كعبانية صوماها نرشا ايقو أذك صوماها رزقي قيبا عليلي ايقا قلي صوماها ولا ليال حقيا لغا هلا وحلغا هلا وحويا عند الله عند الله عند الله جل جلاله وعظم سلطانه دين عيلاهي بالغا هلا ولا ليال بارك الله فيكم أيها المسلمون عباد الله أيها المسلمون عباد الله دمان وحين أكسون هي أن الفرج في المصلى
goobtad ku tukanaysid ayuu walaaliyaal farajku ayuu yaalaa. U fiirsada nabiyullaahi Zakariya, ijtamacat calayhi alhumuumu waalqumuum, waxa weeyaan da'diisii way weynaatay. Wuxuu yidhi, ilaahow kelihaygaga tegin adduunyadan, timahaygii way caddaadeen, lafahaygii way waxa weeyaan gaboobeen oo way baaliyoobeen. Macnihii da'dii ayaa ii xoog sheegatay, macnihii taqatacat biya alasbaab, asbaabihii xataa waladka lagu heli lahaa isaga iyo xaaskiisii inay wax weeyaan inay waayeen. ilaahay subxaana wa tacaala haddana waa u baryay. ilaahay ayna atathu albishaara, farajka iyo bishaaradu xagay ugu timi? fanaadathu almalaa'ikatu wahuwa qaa'imun yusallii fi almixraaba, xagay bishaaradu ugu timi isagoo mixraabka taagnaa? ilaahay caabudaayey rabbi tala saartay rabbi subxaana wa tacaala. haddaba walaalo, ayuha alcabdu almuslim, khayrka iyo wanaagu wuxuu ku jiraa cibaadada, ayuu ku jira walaalkaygiiyow. walaalkayga muslim kow, walaashayda muslimaday, yaa man carafa allah, walaalayaal, farajku wuxuu ku jiraa cibaadada. xayaatada wanaagsani cibaadaday ku jirta. ilaahay muxuu yidhi rabbi subxaana wa tacaala, man camila saalixan min dakarin aw untha wa huwa mu'min, hee, falanuxyiyannahu xayaatan tayiba, nolol fiican oo wanaagsan, nolol tayiba, xasilooni uu ka dareemiya dhinaca qalbiga, xataa fi lxayaati albarzakhiya, nolol fiican ayuu walaaliyaal uu ku noolaanaya. marka nafta laga qabanayo maxaa lagu odhanaya? yaa ayatuha annafsu almutma'inna, naf yahaye xasilooni. naftani maxay ku xasishay? maxay ku degtay? waxay ku degtay cibaadada ilaahay subxaana wa tacaala. ayuha almuslimuuna cibaad allah, walaalayaal, waxay tahay inaynu ku dadaalno camalka saalixa ah ee ilaahay subxaana wa tacaala walaal inoo dhoweynaya, ilaahayna raallina uu inagaga noqonaayo rabbi subxaana wa tacaala. walaalayaal, ilaahay baanu subxaana wa tacaala inu ka rajaynaynaa khayr iyo wanaag, inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ina waafajiyo kelimadda kooban ee muxaadarada ah aynu isku soo tabinay. ilaahay haynagu anfaco, ilaahay subxaana wa tacaala haynooga dhigo mid aynu ugu diyaar garoobno daarta aakhiro iyo walaalayaal bisha ramadaan, likay nakuuna min alfaa'iziin binicami illaahi subxaanahu wa tacaala. hadday wax qadaro su'aala ama mawduuceena aynu soo sheegnay camalka saalixa aba wax lamida oo dhinaca tawbada ku saabsan ee waxa weeyaan waynu isku furi karnaa insha allahu tacaala. haddaanay jirinna majliskeena intaasi ayaynu ku soo gebagabayn doonaa insha allahu tacaala. walaalaha, waxaanu ogeysiinaynaa biidni illaahi tacaala hadday wax su'aala ah ay ka qabaan mawduuca aynu soo jeedinay insha allahu tacaala haynagala soo xidhiidaan dhinaca whatsappka iyo iimada, waxa weeyaan horteena ku xusan insha allahu tacaala. waxa weeyaan ha ka soo hadlaan ciddii wax su'aala a qabta weeyaan insha allahu tacaala. haddaani wax su'aalana aanay jirinna insha allahu tacaala waynu iska fasax noqon doonaa insha allah. nacam, asalaamu calaykum. نعم السلام عليكم ورحمة الله. يا شيخ إبراهيم. نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال ما جاء جاي حد تسأل لي سيد. راح نجوا سيدا. وياي سؤال شادو محيط هاي ولا لا؟ شاكو سؤال سيد وحواي. odigeyga maxay ahaday guursaday naag waayahay marka markuu naagta guursaday markii hore wuxuu igu dhahay waxaan guursanayaa naag ayaan ku dhahay waxaan ku yihi marka ani adiga waxaan xaduudan anoo dhahayso hadday xaduudan isbedesho ani aniga waan kala tegaynaa marka taas maxaad iga dhihi lahayda الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى من صار على نهجه واهتدى بهديه ودينه إلى يوم الدين. سؤالها أي وراش وين سوي دي سي ود وذا مقلي سين سؤالها نوح كحصا سوش كي يجيب إلى جور سدي مركي هرنا وحن أشاجي هدو وحدو مرا أو كلا أجور سدا سائلدو وحي كعبر تي حدود معنيه أنيجا جبر كلا هاي لكينين أبها إلى جور سنين هدات سمي سيد سدا صينا حرير كلا بدينا وحوي ينور دحي حاجة سوكو كلا جاي دانا مركا وراش وحي دوني سطلو محادي قولة طالين لهاي شيخ. سؤالش نوع عصية إنغو إلهي وكال ميسانينا سبحانه وتعالى استعانو ويديسانينا ولا ليال نيكا رقا إلهي با سبحانه وتعالى أبنيي دومر mid iyo mid in ka badan inuu guursado ilaahay sharciigiisana way ku xadhan tahay sidoo ilaahay subhana wa ta'ala fi surati nisaa ku tilmaamay ninka ragga ah waxa looga baahan yahay hadda inuu ku horeyno inuu ilaaliyo waajibaadki ilaahay subhana wa ta'ala dusha uu ka saaray xuquuq ba ka laazimaysa واجبات با كدلانيسا واي حقوق داني وحي تهي حق آدمي وي مركا هدو نيكا رقي عرين تاسي وكسو بحايو فليقبل على هذا وحوين عرين تاها قابلو هدو يهي متكا بقانيا او انو حقوق دا انو كسو بحكري وايو اباني وحي كسو راعان سيدو إلهي سبحانه وتعالى وكتليي حداد بقطان فواحدة حبدي ناسي إسكاقا كوبنادا لنا عوالاشا يدنا وحينو كلتا لنينا وحويان أرتا تقوى دا إلهي ربي سبحانه وتعالى هنا صها يوحى مصير كالله يقانو ونوع من العذاب إني دمركو إني مساريان إني هناسيان وأخلاق يدقن قلوب تودا كبيرا إلا وحي كدردرستو أبا إسكا كان كينستو آني وحويا آني كتري هدبا وحقف قبرد مسلمة اللو قباهاي هاي أرتا إني صبرتو إن الله مع الصابرين waxa laga yaabaa dumarka qaarkood marka sabirka lagu soo hadal qaado iyo wixii la midka ah arintaasi inay la qaadan waa aba inaad lagu sabiyo oo waxa weeyaan qalbiga lagaga xadiyo inay qaarkood inay u maleeyaan laakiin xaqiiqatan ya ibadallah hinaasuhu dumarka waa ku dhib waa dhamac وحي درامي ساقا بردو عريري يدو شرعيق إلهي أن دي الدنين يدو أن كهر إمانا هين يدو آيادة إلهي إني رقو دومر فربضان إني يشان يدو أن ريبسانا هين أو معنيه أن دي ده هين آيادة هدا نوا كدب هدا نشيق كدبا تدا هدا لغو صبرو شيق كدبا تدا هدا لغو صبرو إلهي أجر أيو إلهي كالصيّة ربي سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين إلهي كوى الصبر أيو إلهي لجرة أجركا دي صحابة دو النبي محمد ويلي عليه الصلاة والسلام الشوكة التي يشاكها المسلم وقضح دقفك مسلم كمديسة هدو كالصبر إلهي أجربو كالصيّة حدو ملين كرتا هديه ناسه نكو صبرتو waxan kala on walaashan u dardaarmiya inay arintaasi inay ku kalifto xuquuqda ilaahay inay tayacdo waxweyn dumar farabadan arinta dulmi bay galaan tacadiyad farabadan bay sameeyaan
aflagaadooyin iyo waxyaalaha halmaama ha iska jir waxyaalaha caynkaasiya waxa kale oo gabadha muslimada ah aba walaashaa su-aashayna soo weydiisay aan u dardaarmiya inaad xaqa ilaahay ee sawjkaagu ilaahay subxaanahu watacaala uu ku saaray inaad ilaalisid wixii xuquuqdaada ah way kuu bannaan tahay inaad dalabtid inaad raadisid inaad waxa weeye cid idin dhex gasha hadduu xaqaaga wax ka mida u dhaafiyey wax weeyaan ina guddi xaggaaga ka socota iyo guddi xaggiisa ka socda inay isku yimaadaan kadibna arrinka la eego bimasaa'il wa masaalix sharciya diiniya wax weeyaanna lagu miisaanka saaro walaasha waxaan dardaari lahaa dad fara badan waxaa laga yaabaa dadka ku meersani inay hadal iyo waxyaalo fara badan ay kuula yimaadaan ilaahay isku xidh wax weeyaan ilaahay waxaad ka barida inuu ilaahay uu ku sabarsiiyo sawjkaagana mucaamalo fiican kula tacaamul wixii ismaandhaaf khilaaf dhexdiina yimaada gogosha wadahadalka idinku waxa weeyaan ku wada xalliya hadday arrintaasi ay dhici weydo waxa weeyaan arrintu ay kasii guda ballaaran tahay waa ina waxa weeyaan loo gudbiyo waxa weeyaan guddi xaggaaga ka socda iyo guddi xaggiisa ka socda ilaahayna subxaanahu watacaala wuxuu ku ballanqaaday in yuriida islaaxan yuwafiq illaahu baynahumaa hadday doonayaan wanaag iyo hagaag ilaahay baa dhexdooda waafajinaya waalcilmu cind allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحمة الله وبركاته شيخ. نعم. كوس ما قاعد أجي حاجة كوس هذا ليسي. ما وحنا كوس هلا يا ودنا كسعودي عربية. وهي سؤال شاد محيط هاي. شوخ شوخ وحنا كودين يا سؤال يا halo salaam anigu ku weydiisanayo ay ku soo dhawo su-aasha marka hore waxay tahay sheekho haddaan qof isku dhacnay oo aan dhaafiyey aana isaga u sheegin anoo ka cabsanaya inaan mar dambe khilaaf iyo khalad iskaga kaa yimaado khalad iskaga kaa yimaado oo aan u sheegin laakiin ilaahay dartii iskaga cafiyo qalbigii aan waxba ku jirin asaskaas mid ansaxaya ma yahay واي وان قلت مثل هذا نعم هلا ذاك انا واحد اي شيخ او اذا هلا ذاك لو حوي شيخ وحنا حي قفت مره مره اسبوع اسبوع وحكي وحا ايمان كيف رو قادمه وحن كنت على ان الايمان كيف جوكتيو يعني وحن ترى ما بين يعني انا ابصري وصير بغطي قران كان قريه يا ثلاثه وقت جاتك لي سمح سمح كنت ريا يعني ذكري يعني هل مرة إذا قصار ما كنت يعني يان كدر على هي الدريمي سا عبسي فر بدن بالدريمي سا عبسي دا صنع أي لحري دا إن عمل في لقى أقبل وعي يو وان كرتي وعي يعني وان دلالة على حد القرآن آخر استطاع يعني وان يمان كذي وحسي يبي بان بغضات oo yani cabsida igu badato waxaan iska dhaafaa qaraa lagu weydiinaya waxaan yani qof aad qalbigeeda maasha allah isbuuc isbuucna waxaan noqdaa waan ka caasta qur-aankina xataa caasta inaan akriyo faralkumasanaysamihi bal inaana kuba darin baa dacda adduunkiaan laba iyo saddex isugu dhufanaya aasan dulumaa adduun caruurta iyo gurigii baan ku mashquulaa sideen iimaankayga daa'iman
ودي كرامد مر والبصر قد دراش او عاش سكني وحن كسو دخغلي سببيا وهي ان شاء الله لنا عكلا ايادنا قال صوت فيسبوك سوما على لاست فكر على الفار بس ان شاء الله حقنا قد قيس ان شاء الله اسكدنا ان شاء الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى من صار على نهجه واهتدى بهديه ودينه إلى يوم الدين لما مسألة با ولاشوي نويديسي مسألة كوباد وحيتاي سيدي ولاشو أي كعبيرتاي ومسألة طلبادنا وطلو مسألة نويديسي وحيتيري قف بانو سكول دعني حصيش وحويا وحن كضل بي إنه يعفيه ويسامحه أبا إنا وحبان أشاقين عفوا إنا وحبان أشاقين لكن إنا نسكع فيه هدو هدان عفي سكاهن أشاقو إنا نعفيه هدو إسكو دع كوين أيانو قو إيمانيا سيدا عفي سكو مو إيقا قاعن صحي ولا ريال عفي سكو ودقن آدو فيعن وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم قف صبري أتكيستي أياهرة لبا الرموت سكا قبن مايا إن اللقوقو راهدو وقيسي عيدكم الصور دعدو إيا إن النقطيد الضون عفيس بدن وايو السومالي دينو بدنا وحي اويا قانين قفغ وحي سكع فيا ضدكا وحويا اسكا سامحا انو يهي دقون انو يهي ميد بلا ضمير انو يهي نين اسكا ديد قبو انو دقون انو يهي مركا اسلامكو عفيس كأدبو اديري قليي إن لسسامح وحول بقى النحل صباب كرا حقدي إي على الحمكين كرانا إن لقف قاعده إلهي سبحانه وتعالى في سورة البقرة إلهي سبحانه وتعالى في سورة البقرة وحو ربي تلمامي ربي جل وعلا وأن تعفو أقرب للتقوى إن دعفسان وتسامحنان أيا أدو الله كعبسك آيات كلي إلهي سبحانه وتعالى وحيري وليعفو وليصفحوا هعفيان وهسامحان ولا تستوي الحسنة ولا السيئة حسند يسيئد مصنة وإسكم الدماءها ادفع بالتي هي أحسن هضي ضدك حمانك وقود شوابان وناق وقود شواب فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حبيب وابا قفك عدو قادا هيدان دحدينا إلى هاي محبة يواناق يكاقعل يسكو دوانشيو أيو الله أدقاه ربي سبحانه وتعالى آيادة هاسي يأحاديث فربضا رسولك صلى الله عليه وسلم وحكوت المامية عفسك يسامحا دا أجر وين إن الشريعة الإسلامية إن أي شيء أبصى أي أدقتك هدبا ولا ليال قفك وحواجي بينو قفك ولا الكيسة مسلم كينو يسكع فيه وشك وحلقيا بهذه هو وساوس شيطانية شيطان كينو كقوي راهضو والله هداد عفس أد أشيك تيدو أو تراهديد وان كسامحي ننكني هدو بريكا مالين وطو كافران دونا وحاوحينو تلمامي كرنا إني تهي أساليب شيطانية وأسلوب شيطاني وهي وحدوني قف كان إنو دبركا إنو إسكوكين تشيديو وميد والبا يعرض هذا ويعرض هذا كان حق أسوسي تشيستا قلبت من نبري بوسي تشيستا وحاي تهي مادام قفك أي أدعفي سئنا دو شكتت بادن أنا ولا لي الوحد عدا ديت كينو أريني السمعيان وقفك
markay iska cafiyaanay saamaxaan ayaa wuxuu odhanayaa anigu adaba waan cafiyayo waan saamaxayo laakiin lama hadlaayo hadalkiisa iga daaya arrintaasi macafis dhammaystiranba maya weli qofkan caro ayaa qalbigiisa kusii fadhida taasi waa qodob marka waxay tahay inaad qofka maadaama aad saamaxday ood cafisay inaad u sheegtid wixii kalena isluub wanaagsan inaad kula dhaqantid oo waxa weeye wixii isku dhaca keeniya inaad ka fogaatid hadday jiraan isdhexgal saayida aada u saayidana inaad ka fogaatid taasi waa qodob weeye marka waa inaad u sheegtid waxa weeyaan inaad cafisayood saamaxday isagu ha kugu qayliyo ha kaa aqbali waayo xujada adigu iskarid taasi waa masala masalada kale meesha taalla waxay tahay masalada ku saabsan maalmaha qaarkood iimaankaygu aad buu u fiicnaada aadna waan u dadaala cabsida igu fara badata camalka saalixana waan ku dadaala waqtiyada qaarkoodna caajis aad waxa weeyaan u badan baa isoo gala ma cibaadaysan karo xataa adduunyadaydii kama shaqaysan karo ee arrintaasi maxay tahay walaalayaal arrinta waxaynu kula talinaynaa oo arrintaasay tala ahaan walaashu ay inoo soo weydiisay waxaynu kula talinaynaa orta marka intaynaan ka jawaabin bidariiqa sharciya nafta orta waa inaan la fahmo walaalayaal naftu mar firfircooni ayay dareentaa iyo dardar oo waxaa kuugu tusaale ah bisha rabadaan iyo markay rabadaan ay baxdo naftu isku mid maaha mawaasimu lkhayr sida xajka oo kale wufiqta mathalan lidihaab ilaa maka waliadaa manaasik alxaj waalcumra cibaadadii xajka iyo cumrada inaad soo gudatid naftaadu muraalkeegu aad buu u sarreeya firfircooni badan bay dareenta waqtiyada qaarkoodna nafta dibdhac baa ku yimaadaa iyo hoosdhac caajis iyo kasal iyo wax lamid a orta marka koobaad qofka muslimka ah yajibu calayhi an yafham hadihi nafs naftan orta fahm yacni waxa weeyaan marna qabo marna hadi caajis iyo daal ay dareemayso usii daa maa lam yakun muxaraman haddaanu shaygaasi aad kusii daynaysaa haddaanu ahayn shay muxarama aba waxa ka dhalanaysa ay tahay an yufdi ilaa muxaram ina muxaram waxa weeyaan aad sabab ay kugu noqoto arrintaasina xataa waqtigii saxaabada way jirtay ridwaanullaahi calayhim waxaa kuugu daliila xadiiskii xandala wuxuu yidhi xandala orto markii koowaad abuubakar bay kulmeen wuxuu yidhi waxa weeye waxaan dareema markan rasuulka ilaahay agtiisa aan joogo wax ka duwan baan dareema markan dumarka ciyaalka adduunyada markan soo dhex galo abuubakar arrintiina uu ku waafaqayo wuxuu yidhi wa innanaa lanajidu dalik annaga laftayadu arrintaa waanu la kulannaa nebigii ilaahay bay u tageen xandala abuubakar iyo saxaabada qaarkood kadibna waxaa dhacday inaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam xandala inuu afka ula kala baxay wuxuu yidhi yaa rasuul allah agtaada markaanu joogno iimaankayagu aada buu u heer sarreeya laakiin markaanu kaa soo laabanno ee aanu nimaadno dhinacii dumarka iyo waxa weeye caruurta adduunyada aanu dhex galno aba aanu dhex mushaaxno wax ka duwan ayaanu dareennaa nebigu muxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waxa weeyaan wuxuu u tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam inay naftu waxa weeyaan caadadeedu inay taasi inay ka mid tahay wakii nebigu ku lahaa calayhi salaatu wasalaam saaca wa saaca ya xandala saaca wa saaca dadka qaarkood khata bay u fahmeen waxay u fahmeen saacadna ilaahay adeec saacadna macsiyo la kaalayo nafta hoggaanka u siidaa maya laysa macna alxadiid dalik yacni macnaha xadiidku sidaa ma aha macnaha xadiidku waxa weeye naftaadu xaq bay kugu leedahay dad baa kugu meersan oo noloshana kula wadaaga
مر عبادة إلهي وحويا كد ذلك كيجا وقتنا إن لجد بعياء في المباحات وحو إلهي كوبني كالرجل يتحدث مع زوجته كأن يقوم على شؤون أهل بيته تدك قولي قال لتشوغا إنو أريمه وقوم أولي ماتو مركا وحن أرن كان وقد لي شنيا إن وقت جي رسول كبا عليه الصلاة والسلام أرن تعين كاني إني جد لكن وحا إسوي الدين له قفكم حوكو داوين كرا عاجسك يكسر كاقل يا عبادة ده. عاجسك يكسر كا وقت يدا قار كود ولا ليا الوحي لها قار با كلفة وحي لها كلفة وحا كاملة قفك إنو عبادة ده يسكو سيد دايو عبادة ده يسكو سيد دايو معنيه قوام حي مثلا إنو إلى أهضان أصلي صلاة الليل 100 ركعة صلاة الليل بنتو كان يبقى الركعة دوت وحويان أصلي الليلة كلها هبين كوردن بنتو كانيا أصوم الدهر صنط كوردن بن سومية أرين تاسي مبنانا شرعي أهان باني وبناني بلي وحويين أن يأخذ على النفس درجة درجة وإن الطلبة طلبة نفتا إن دقاتي تكون لبرك عدود كبضي لبرك عدود وكالي ركوع دود يسجود دود ديري أدنكو سيطر naftaadu waxa ay baranaysa in ibaadada in la takayfto in la qabsato in waxa weeyaan ad ku tooba bartid tadriib in ad ku siisid nafta ala ibaada kadibna naftu yada aya iska qabanahayn haddow ibaadada taas horta wax weeyaala kalifi kara weeyin waxyaalaha kale kalifi kara waxa kamida walaalayaal qofka aajiska ku keenay kara المعاصي والذنوب ايا كاميدا ينقفكم مع سيدي سويني فربضته دم بيدي سويني بطه كيف يقوم الليل كيف يقرا القران ويقفك قلبي قيسي وحطهاري الدمبي كما قال الله سبحانه وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وحوي مركا دبيع مدو ايا قلبي قلقا قدقا كما جاء في الحديث عند صحيح الامام مسلم هدو إلهي وقد طوبت كينا والاقا مصحة هدو دنبي كالينا وكدن بابا دبيع كالو أو مدو أيا لقا قدقا حتى وقلبي قو مدو بادو هدو قلبي قو مدو بادو ووحيالها يا أسبابها وقوة وين قفك كعريامي عبادة تطفر بضان بام ما تعلاني آنقو عبادة دي وان قدن كاريلايحي لأن الذنوب أثقالتهم كما كان يقول السلف سلف كسيدة يولد شرين قفك الدنبيادة أي وحويا عليسيني تاسور توا قضب قضب كليسك ولا ليا الوحو يهي فضول الطعام والكلام قفك هذا الآن أبا هنين ندحقل هذا اللقوية ضحكا كثير قصل فربضا وحوي سيدا أو كلا قفك إنو دحقل وحويا عنيتان يا عبيتان علوشي سوبوحيو او وحويان آنو دي قياس آنو باي اللهين با واي عنتاد اي الراشين كي عبيتان ندا ايو الاشكال والالوان وقفكو يسكو دلطاريو تاس وحي كينيسا ديب دعبيكو كينيسا اني عريسي صح قف انتو درقي عشدي درقي وحويان لا يقوم اللي وحويان نقصكو يسكو كالاقوري دونا هرددونا هرد بدانينا ويكادلان دونتا سيدا او كلا وحويان انو اسكا الالي اسبابتا كينين وقفكو عبادة انو كو عاجيسو فضول وحويان مخالطة الناس بحقالك دادك هداني فائدة الله هاي كور تدبو اسكا قد احترا مجتمع بو اسكا قد احترا يعني شيئا من العزلة شيئا من الوحويان ان يتفرد بالعبادة ما بالله هابا عاد عيدو مركا يوصو بحضو قبلكو مركا ودعو تدبو كد احترا ما وعدي ما يطلب العلم لا وهذا اللقوي أفر بضا أرين تا أرد كلا ولا المحيك اللي فيسا أرين ماهو كلا وحيك اللي في ينقفك إنو عاجس إنو وحوي إنو وحوي كفردي وحا كلا أوكينا كسل كعبادة دا وحا كينا وحوي وحويا وحيا لها كينا وحا كاميدا وقتيقا إنا اللي قدي له بالفراغ وقتي مران وحا الله لي وحو قفكو سمعينا أنو إسكالا قرانحي
taana maxaa kuugu daliila maanta waxyaalo badan ba laynoo soo saaray soo ma moobilo lagu magacaabay alajhisa aw aljawaalaat aldakiya soo ma qaaluu dakiya waxa weeyaan smartphone marka maxaa la samaynayaa waxa weeye qofkii taasu ku mashquuliya kama qaala shaykhuna jazaahu llahu khayrana waxa weeyaan abaa cabdiraxmaan waxa weeyaan qofkii wuxuu yeelanayaa tacaqurm ayaa ku kulmiya xaqiiqiya ma aha wa dhinaca aqoontiisa iyo thaqaafadiisa mar youtube-ku ku dhex jira mar facebook buu ku dhex jira mar snapchat buu ku dhex jira mar feber buu ku dhex jira mid waliba borom garaamada aan soo sheegay 2000 oo saaxiib 3000 oo saaxiib common buu ka jawaabiyaa filim buu meel ku daawanayaa maqdac buu sii raaciyaa hadhow yatcab waa u daaliya bele bacdu lixwa siday noo warrameen oonu arrinkaana tala ka siinay inuu dareemiyo cidhiidhi fi nafs naftiisi inuu cidhiirtiyoomiyo oo waxa weeya nafti ay iskugu timi waayo waa naf laga fogeeyey dikrigii ilaahay subxaana watacaala waxa oo dhan baan samayn caajisna i heli maayo ma isqabataa isma qabanayso walaalkayga muslimkow sidaa aawadeed waxa weeye maxaa lagaga badbaadi kara caajisnimada iyo waasiga cibaadada soo gala waxaad kaga badbaadi karta awalan wa qabla kulli shay adducaa inaad ilaahay baridid rabbi subxaana watacaala ilaahay aad ku xidhnaatid rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaahay waa uu ka magangeli jiray allahuma inii acuudu bika min alcajzi waalkasal caajisnimada kasalku waa waasiga weeyaan marka waxyaalaha oo dhan ayuu rasuulku ilaahay ka magangeli jiray ilaahay subxaana watacaala inaad kaalmaysatid inuu ilaahay ku caawiyo inuu ilaahay firfircooni iyo dardar iyo cibaada inuu ilaahay ku siiyo sidaa oo kale walaalkayga muslimkow waxyaalaha aadka kuugu sii caawinaya jazaaka allahu khayra waxaa ka mid a qofka muslimku inuu cibaadada ku dadaalo iyo ku xidhnaanta ilaahay way ku xidhnaanta ilaahay naftu waxa weeyaan way ku fiicnaataa sidaa oo kale waxyaalaha asbaabaha caysiga iyo wahsiga meesha ka saara waxaa ka mid a qofku inuu go-aan inuu la yimaado qof go-aan leh mathalan qorshe iyo waxa weeyaan ayaad dejisatay ood agaasima si fiican aad u qorshaysatay maxaa lagaaga baahan yahay waa inaad fulisid ma aha inaad jarjartid xataa naftu kaa baxaysa ha jarin qur-aanka mathalan 3 safxadood inaad maalintii akhridid salaada subax an tusali salawaat kullaha fi ljamaaca khaasatan salaat subx walcisha inaad jamacaad ku tukatid jamaca markaad ku tukatid adkaarta inaad la timaadid wahaakada jadwal inuu qofku inuu dejisto jadwal nolol maalmeedkaaga cibaado ah oo xagga gidaarkaasaad ku dejisanaysa iyo boorka kadibna sidaasi ayaad ku dadaalaysa ilaahayna bari ilaahayna waa uu kula qaban rabbi subxaana watacaala intaa unbaan tala ahaan ortaan usoo jeedin lahaa insha allahu tacaala wajuziti khayra jazaakum allahu khayra ajmaciin insha allah. Naam, assalaamu calaykum. Calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Naam, magacaaga iyo xagad ka soo hadlaysi? Magacaaga kisaax walaalo, isbuu dhabmaan ka soocaya. Magaca maxaad sheegtay walaalo? Kifaax walaalo. Waayahay. Waayahay, su-aashaadu maxay tahay kifaax? Sheekho, su-aal baan ku weydiinayaa oo maalintii dhaweyd waxaad ka hadlaysay iimaanka. Maxaamuxaadarada hadda soo galaya ma iimaankii baa aad ka hadlaysaa oo tii maalintii bay daba taallaa? Nacam, taasi ku dhadhowdahay. Marka hadda iyo dadkuna wada maqlaya su-aal baan doonayaa gaara inaan ku weydiiyo adigoo raalli. Haa, iminka waxa weeye waxaan ku jiray life-ka, hadhow baad insha allahu tacaala markaan ka baxnaayo. Marka ka baxdam adiga igu adigoo raalli. Haa, insha allah, insha allah, jazaakallah khayr.
ما هتسين دون كسوقي يا ور الله أخذ كجزاس نعم هدي سؤال كلا يشرتو إن شاء الله تعالى نعم هدي سؤالي كيفت النمبر كا واتساب كا با إيما دا طوش الكحسن أيا لغا صهد لي كرا إن شاء الله تعالى هدو إلى هاي لحظة وهي وحي السؤالة إن شاء الله نمبر كا وحوي واتساب كي إيمادا إن شاء الله تعالى نعم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم إن شاء الله والنمبر كاسيدي مع واتساب كا يا إيمادا إن شاء الله تعالى أيا فوراً أيا تكسو هاد لي كرتان إن شاء الله تعالى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله الشيخ والله جزاك الله خير ما قاعد عاقة يا حقت كسو هاد لي سيد وطن كيد شوكتا قدر قدر وايه وايه كسو دول سؤال شهادة ولا علو شيخ اولا حفظك الله ان شاء الله وسؤال الاول يعني كيف يعني الانسان يتعامل مع الغير المسلمين وفي حالة يعني حالة رمضان او صائم يعني في الإيمانية نعم ارفع يعني صوتك ارفع صوتك شوية أخي إن شاء الله تعالى ارفع صوتك يعني قفك سائم نعم تعاملاتك وللي هي قفك يعني سائم صوما نعم الإيمان أهان يعني يبقى صوما نعم هذانا وشقيسنا يعني تعامل ولا سمينا غير الإسلام يعني ولا سمينا محق شقها نقطة أو محق مهي هذي بلشح نقطة مركو لسمينا إيمان هان كيزا يعني سيديو يعني وكغلي كرا إيمان كيزا إن الله يعمل الطار ولكن تأمر قلوب اللي في صدوري لا يفرقش قفك قلوب كيس يعني قفك لهذا هذا الكيس المتعامل كيس أسوك معها إيمانيا أما يعني كماها يعني قفك نعم وان سيفي عما نكون فهمي ولا لا مركة تنكلا سؤال شكلا نكون رأس هذا شيخ وايه حذر يعني ما هو القفق إيمان كيسا يعني أما إيمان قفق سوكو قستو أما قلوب كيسا ونقطة
mid ilaahay ku xiran alla cabsi ku xiran awl waxyaabaha qaar waxay ahaan jirta qofku inuu meelaha waxyaabaha lagu fiirsado ama waxyaabaha lagu cayaaro meelaha uu tago ama meelaha yani ijtimaacaadka uu tago iyo meeshuu dembiga kasoo arko waxaa ladhihi jir meelaha yaal degan hadda qof walbo yani waxaa la isticmaalaa jawaal bakiya ama smartphones qof walba wuxuu ku wataa jaabka ama xumaan ku isticmaala ama wuxuu ku isticmaalo khayr wax walba jaabku ku wata asigoo wixii walba jaabkii ku wata maana haday ahlayd haddii wanaaga ahlayd suu iimaankiisa uu kaga dhigan karaa yani mid uu ka nasaqa ama ka fogaya uu ku yeelan karaa marka soo wax walba jaabkii hadda uu ku wata soo meelba aadin meel wal meel meel uu ka isticmaalo نعم سي في عم بنكون فاهمين والله جزاك الله الله يجزيك خير يا مختار ونورت وشرفت ان شاء الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى من صار على نهجه واهتدى بهديه ودينه إلى يوم الدين لابد مسألة بولا الكين مختار وإن سوي ديي مسألة دا كوباد وحي تهي سيدي بالولا تعاملية غير المسلم قفك قالك مسلم كان هين يعني في حال رمضان مركي رمضان وحويا ناي تهي سيدي بالولا تعاملية تاسي أرتوى مسألة taasi waa masalo weeyaan masalada kalena waxay tahay walaalayaal walaalkeenu ina soo weydiiyey maanta macaasida iyo dembiyada dadka qaar ay la imanayaan berigii hore waa loo safri jiray laakiin maanta dee moobilada lagu wada haysta marka arrimaha oo kalena maxaa sidee baa looga badbaadi karaa masalada koowaad walaal horta diinteena islaamku xuduud ayay inoo yeeshay ilaahayna subxaana wa tacaala wiina faray xuduuddaa dee inaan la dhaafin abase inaa wax weeyaan dee tacaddi aan lagu samaynin waxa weeye diinteenuna horta waa diin xakiim ah toosan fiican oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ugu talagalay khalqiga iyo bashariyada ina lagu dhaqo ilaahay subxaana wa tacaala dadka uu adduunyadan uu ku abuuray ilaahay baa uu xog ogaarsan gaalkooga iyo muslimkooga binasi qawli illaahi jalla wacala alaa yaclamu man khalaq wahuwa allatiifu alkhabiir ilaahay subxaana wa tacaala cid walba waa uu ka warhaya waa uu xog ogaalsan yahay sharci iyo diin arrintaa ku saabsanna ilaahay waa uu inoo soo dejiyey sidaa oo kale kitaabka qur-aankuna waa kitaab mustaqiim ah oo toosan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi laa ya'tiihi albaatil min bayni yadayhi walaa min khalfihi baatilku xaggiisa hore iyo xaggiisa dambe ugama yimaado haddaba walaalayaal waxa mudan atacaamul gayr almuslimiin iyo gaalada marka lala tacaamuliyo ina diinta islaamka ina looga noqdo qodobadeedu aada bay u badan tahay rabadaantuna arrimo iyada gaar ah ayay xambaarsan tahay waxyaalahay xambaarsan tahay bisha rabadaan waxaa ka mid a wax kastoo ugu sababiya ina waxa weeye cunitaan iyo cabitaan ina loo soo taqdiimiyo abase ina la siiyo ma bannaana aba mathalan dad muslimiina hadday hudheella ay ku leeyihiin fii bilaad waxa weeyaan alkufaar may maalintii may furi karaan oo may odhan karaan dee markoogii horeba may soomi jirine waxay naga iibsadaan waanu ka iibin iyo dukaamada oo kale hadday taxaquq ay noqoto oo inay wax weeyaan biyaha iyo raashinka ay ka iibsanayaan in meesha inay cuniyaan inay cabiyaan xaalada caynkaasi ma bannaana
إشكالك هي شبهات التلمام يمركوجي هربا قال يا حيانة محيو بنانا ويدي وحين كنت وابينا وحويان إسلام كي الشريعة عضو وحي أكتي بشبر كيسان حرمديدا أو رمضان لحرمة رمضان يمالين تاسي إلهي سبحانه وتعالى صان إنه إلهي وكو أدنصر يقال لفتودو حتى هداني سومين آخر مرك الله إيغو ومخاطبون بفروع الشريعة والقول مخاطبونية أبسي ولوقبانية والله ما أراني ما دام كفرية قال ما إلي ما دين خلاص وحي كلنا لقال حساب تمي ما يوم ما إسلام لمن ولا قال حساب تمي أعماشي كلنا ولا قال حساب تمي وحي تاسوا انت بشر رمضان كسابسن احكام كله او جود ايو اسلام كدغي احكام تا وحكم اذا ولا ليال ان صلانتا ان لوغو بلابن كما اخرج الامام مسلم في صحيحه رسول كوحيدي عليه الصلاه والسلام لا تبدا اليهود ولا النصارى بالسلام يهود يا كريستان كصلان هاكو بلابنا فالمسلم لا يبدأ الكافر بالسلام ولكن يرد عليه لكن هدوك صلامه دي وحوي واتك قادسة معاملة دي في عنيد واتكلا تعامل إسا وحوي ذلم ميسي خاصة هدي إسكو إماشي يو وضشقيني لحدينا يتالو سيدي عادي قاهيد وحوين سجت عدي عن كو أهين عدي جانا محارم تإله هي شرع جيس أنا ميلنا عن كجدع أهين آيات كل التعامل ليس بيش رمضان وحي دار تهين وح كوس أفسن أكل يشرب يوح لها الماما إن تسينا هين أبص أدوس وتقديمين هين إنت عصيتها إنت عصان كجبا هين مسألة كلا تلمام ليس معاصي فرمضان أيام ما تتكي لو فذيه مركا أرنتاس إيمانك دعوة عيسى يعني وحن الله يدعوه سمارت فون يو الأجهزة الذكية يو الجوالات الذكية يو القوة ذا ستة مركا نعم أرنتاس إيمانك وحوية لسا قفك مسلم كنا وإنو كتحدره أجهزة دنينا وسلاح ذو حدين والجدير بالذكر وححصد مضان وححصد مضان إنا وحوية وحي الذي سو إني كفر بضنت هاي يعني وحويا وحتر كيسة وحي الذي س وحي الذي س أيا كفر بضن وحتر كيسة وحلا جاي وضدك قارين إذا فوائد بليه لكن حقيقة ما تبدأ نيرتينا مسلمين تسيجود صومالي دا سيجارة وحلو استعماله لو أديك سدا في المحرمات انت كفى ايديسته اد بي او يرتحي مركسي دا اودد وحويا جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم قفك مسلمكو انو اد وحويا وقبر روكو وحويا وقفه جناد ايو مذيهي انو اسكسي داينا معها خاصة وحيالها داد اهل يقرابات كالحلي ليسد والسيديدة لكن وحي الله ضبهنا إمك ولكن مختار وصيد الشاق وصي حقيقة أوي وحوي تطفر بضن انت أو بروم قرام أبا برنامج بيسودة كسنة ميد والبا وحوي قتل هدي تاي فيسبوك سناب شات فيبر واتساب إلى آخر ذلك برنامج يده دي يقرر مقعيده دان سوق منا هاي ميد والبا لبكون صدحكون كون لابكم أيها وجهر صاحبة أي تاينو كمان كوجينو كتشوابه إنو الله شاكيستا إنو الله هذا الله إنو وحوي مركا قف كنلش يسيبه أي تاي عنده مركا ولا لي الأرنتن هينو استعمالنا صحة سيف إذا الله استعماله هلا سكيل الوحي لها إيمان كأدنى ونسق من إسا ولا كم إذا ولا لها وحي كسر قرتي حقا صفة صلاة كي نوسو علي شيخ بليز أبا أرجوك نعم طيب
إن شاء الله وين سوء علينا بإذن الله تعالى درسي قاسي رنتي واويناقا كالاقوعي لكن إن شاء الله تعالى عما قريب واوينوصو نقون درسي قاسي بإذن الله تعالى سيدا وقسوله وي السلام عليكم وعليكم السلام شيخ ميا ها وا شيخي ويان ما قاعا اي حاجه كسو هدليسي مرعيك وحاوي احمد جوجا استريا احمد استريا جوتا ويا احمد كسو دو سؤال شاده شيخ وقلنا سؤال دو غاغابن ان شاء الله دو وقتي يسامحو هر سؤال شكو ودينا كويديو شيخ اني صومن حقي ان عند وعمو دي دي غي مادو صوم كميو غجبايا واي هي اديغو صومن هدو دي كاي ماتو نعم واي سؤال شلا بعدنا ما حيت هاي ما دي مغليسا نعم ما دي مغليسا ولا عرو واي سؤال شاسع إنه قلت وابي دماغ لقيا وخطك إنه ينقق أي ولا الله حين كعد سنة نور توحي رمضان إن شاء الله تعالى رمضان بالدب إنه قل جناينا بإذن الله تعالى وحي توبة يا إيمانك كصابصا أيينو كهض للدونة إن شاء الله تعالى ولا لك سؤال شو ينويدي وحكم إذا قفك إسقى صوما هدودي وكي مادو ديغاسي ميو افورسينيا ابسون كيس ميو داوعيا علماء رحمه الله عليهم وحيت المامين هدو داوع موقفك مسلمكو اسغو صومن او ديغ اوكيمي انو رادين هين تبرتي تشركيس وحويا تاسي سونكيس وحبا ومن قناية لكن هدو إساقو سببو إسكوغو يهي وديغا نو أغان وحويا ويسكاقا كياني ديغو نو يهو ديغ فاربادا حالا دعين كاسي سونكيس واو داوع ميا أرنتا نو حلو ديدي يتوبنين كي حجامة دبا وحلو ديدي لأنها تضعف الصائم قفك صونك يضعي صونك سيضعي في نس لكن دعوعي بسيط كديج يرو ميل كار دعوعي نبر يرو ميل كاي رجاري فين ير أو كديجي أرين تاسي صونك أجو وحبا أمن قنايو والعلم عند الله نعم شيخ شيخ غران سؤال شهري جوابتي اذا وان كاغه جواب سؤال الله بعد محيط هاي شيخ سؤال الله بعد محيط هاي انا يوم معناها وحجرو يعني وطنك جبنا وقالوا بدك خلاه حد يسو بحد الشقه يعني كرنا شقدا سو يعني كجرتين او برنا سدا دوفار الله قري هلك يسو قداتي قمرغه حتين لا ييبيو انت مي اون قشا سؤال الله بعد وقتك مدلبادنا وحاوا شيخنا قدمنا جبنا بدنا وحاشينا هذا الله يعني هذا يعني صح كيقعدنا يعني أنا شرعي وحي هذا هذا الله تأكد أن بس قار الشيخ يعني قحط حقيقة هنا يعني بين سيوفا يعني هاي شيء شرعي هذا مكا ملو تكون كراهه معناها ثلاث ملو تكون كراهه يعني ملو عبادة يكون كراهه يعني وشي أنا قلت بين قصة بين أثنين صح حتى قصة الاثنين. مركّة. يقول سيدنا سيدنا دقو عبادة سنة سمركّة.
يعني إن إلهي وإحنا قصير أهوان قرتي سؤالي إذا أنت سؤالي شيخنا نعم أوكي جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى من صار على نهجه واهتدى بهدي ودينه إلى يوم الدين. مسألة كوباد تلمام إيسا نهار رمضان هدل ما لقش قين كرا مسألة أن مسألة كليسي حنبارسان تهي تاسهي دنبيسو مايا أيين أرانينا لأنه سيدا مرد ويدبا أن تلمامي تدكو ما أهينيو إيغان قف كاني وقال رمضان لغو ملحا مركا هدان بيا سيو يهدان راشين سيبا وحدان بياكو ما يالانايو هذا الكسيدا أراني صح ما أها وحنانو صحو أهينا دور دينا دين عكوباد بيش رمضان حرمي لا ضحي نهار رمضان حرمي دي سواء الصوم كافر يا مسلم ميد والبا أغانقاري وحوين إنا وحلصيا ما بنانانيس إلا أصحاب الأعدار تدكي عدور دارك لها وامرك اللبات كون لفتو دو قالة وكوالو قول خطابي صنك كافرين بها النقدان لكن ويكو أمريهن إني إني إسلامان ويصومان أو كافر نمدي لي ما الدين والدنبي صن لآن تانا الدنبي لباد بلوغة قرية صلاة كتاقستي دا الدنبي بلوغة قرية زينة دا الدنبي بلوغة قرية وحالة دا يارنتو ما أها ما دام قال أيهن دنبي قاوين أه إني قالوبين وبالغو قاضية تا أن معها تاسي أرتوى مد أريد تانا وحا أقود دليلة فروع دا الشريعة دا مركة إسلام لماذا لقي ما دا صيدة الصلاة دا الصون كالزكاة دا حجك صدقة دا ويحي اللامي دا إيواجبك صدقة دي واجبك هايد إزكاة دا إنو إلهي أقمان دونا وحا أقود دليلة سورة المدثر آيات إلى هاي وكت المامي ما سلككم في سقر سقر محايدين قليه وحي أرن دونان تدك أهل جهنمي لم نكو من المصلين كما نان مد أهين كو صلاة كذا قبالنا إلى هاي محوكة المامي آيات قبل قبل ديدا وكنا نكذب إني إلى أهدين وحيالها نارتنا قليه سقرنا قليه سقرنا نو قليه وحكام ده وكنا نكذب بيوم الدين قيامه ونو بينجنا معني اركا وحكعد اني قال اني حي يغو قال اي يدنا سو قديمين لم نكن من المصلين تامر كلا يمادو ولالك سؤاشي سكلا وحا كو جيرتا ميلهاسي دلال كان لا جوغو هدهلدودا طوفار با لوغو كاريا خمري اي اريمها او كلا ما لا شقيسن كلا وحين أرانينا أرمها إنا لغا شقيستما بنارا وايوا شيء محرمة إن الله إذا حرم نبيه عليه الصلاة والسلام وحاويني إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه إلهي شيء هدو حرام تميه قيمه سنة إلهي وهو حرام تميه تاسيوا مد حقاين أرغا أرنت كلا إميشة تالا وحي تهي وحيالها نوا محرمات محرمات كان لسكما عاويه إلهي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وحط المامي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان عدوتني مدى دنبك قفك سيئاتك ظلمك هايسك كاشنين وهايسك ساعدين لا شك إنه شيء جني إنه الشر يدنبي إنه يحي نبي صلى الله عليه وسلم وحينات المعمي قفك الشيء إلهي درتي وقتك شيء خير بضن أي إلهي وقوب بدله والعلم عند الله
نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ. واي سؤال شهادة كسر دواء ولا عارو ما قاعد عاقة ما قاعد عاقة اي حاجة كسر ليتي اكبر كوبا ما قاعد عاقة سمسن بلدها وحن كسر الله يا مريكنك. واي واي سؤال شهادة محيط هاي سؤال شهادة شهادة وحيط هاي وحن شوغا مريكنك مركا هوتيل قلا سيحدة اوكالي ما كشاقين كريا وحي قشنا دحيا لا ما isagana tan qaado oo dad madan dad ka duwan soo seexanaya waxay ka cabaan ee quradaha qamriga ka cabaan sidoo kale ma aan qaad kara qashkin ku ribi kara diintana waxay ka qabtaa shaq way alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi alamin wa ala man sara ala nahjihi wahtada bihadihi wa dinihi ila yawmiddin. Su'aasha ay saa'iladu ayna soo weydiisay waxay ahayd hudeel baan ka shaqeeyaa dad kala duwan baa soo seexda qashin iyo waxyaala meesha ay kaga tagaan baa jira waqtiyada qaarkood wax weeyaan qaruuradaha sidee khamrigu ay ku jiraan ayaan wax weeyaan aan qaaday arinta caynkaasi miyay bannaan tahay. Waxaanu odhanaynaa walaalayaal nacam maadaama shaygaasi ay tahay waxa weeye shay xashiishka lagu tuuriyo oo cid kalena aan la siinahayn waxa weeye inaad qaadid ood ku tuurtid qashinka arintaasi wax dembiyi kuma jiraan walcilmu cind allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما قاعد أي حاجة تكسر هاد ليسي؟ وحن ما قاعد يروح أوي أنا وحن كسر هاد ليا. وضعك ترى ملكة. وحن ربي شيخنا كويديو ما ديت ما يبنى يصير قف بينه قف ولال كي يوصل قاضو وحاس كي سوق سوق قاضو هاي ديت كقبتها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى من صار على نهجه واهتدى بهديه ودينه إلى يوم الدين. سؤال شان سيدد وذمق ليسين حيكو صاب صنطهي قبر مسلمة ضمي أبنان طهي ولا الكيد أبينا دير كيد ده aba miday qaraabo yihiin abase cid maxaarimteeda ka mid ah sida adeerkeed iyo abtigeed may soo qaadi kartaa macnihii dadkeenu markay leeyihiin may soo qaadi kartaa macnihii may soo gelin kartaa wadada lagu soo gelinayana ay tahay wada guur macnihii ay qoranayso inay isqabaan arintaasi diinta islaamku maxay ka qabtaa arintaasi walaalayaal waxaynu leenahay waa dembi waa muxaram iyo shay aan bannaanaynu yihi fi diin illaahi jalla wacala inaanay u bannaanayn
horta waa munkaraat baa lagu dhacay. Munkaraatka waxaa ugu horeeya alkadib, been. Beentuna inteeda yar iyo inteeda badani waa isku mid, laa farqa baynahuma. Islaamku wuxuu inaga xaaraamtimeeyey shayga kadibka loo yaqaano. Kamaa jaa fii saxiixi limaam Muslim, nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, ina alkadiba yahdi ila alfujuur, beentu qofka waxay ku hogaamisaa dembiga. Marka taaha lala socdo, dembiguna qofka xaguu ku hogaamiyaa naarta. Qofkuna kama suulo inuu been sheego abase inuu caadaysto, min da'bihi wa daydanatihi, inay ka mid noqoto an yakdib, xataa yuktaba cinda allaahi kadaaba, ilaa ilaahay agtiisa laga qoro inuu yahay mid beenaalo ah. Dembiguna fudud, yacni wax dembi la fududaysta ma aha. Xataa mushrikiintii Abu Sufyaan fii xaali kufrihi, markuu Heraql ula kulmay, wuxuu ka xalaal miirtay inuu been sheego. Wahaada mima yadullu calaa xataa ana alkadiba kaana madmuuman cinda almushrikiin, xataa mushrikiinta agtooda inay ahayd mid la dhaleeceeyey oo la duray oo iyaguba iska dayrinayeen. Markaa mu'minku ma aha inuu noqdo kadaab. Kadibkuna culamadu waxay ku qeexeen waa mukhaalafatu lwaaqic, si waaqica khilaafsa inuu qofku warado. Arintan sababtay xaaraan ay ku noqotay gabadhu iyadoo ooy cid kale inay ku keento sifo guur guur been ah weliba, hadday tahay maxaarimteeda sida walaalkeeda adeerkeeda abtigeedna fa ashad, taasina walaalayaal maaha akhlaaq iyo dhaqan dadka muslimiinta lagu ogyahay. Markaa arintaasi yacni waa munkar cadiima inuu gabadhi inay walaalkeeda ay ku keento waa sawjkaygii weeye, oo iyada oo xaflad aroos aan jirin dad lasku keeno wax wada beena, waanay dhacday Yurub meelo ka mid ah. Markii laga shikiyey labadan qof inaanay isqabin, qaarkood waxaa la tilmaamay inta meel loo baneeya la yidhi orodoo isla soo mucaamalooda, mucaamaladii dhinaca gogosha. Waxaanu doonaynaa hadhow ina cayinaad adiga laga qaado inuu waxa weeye inaad isku galmooteen, waa munkar. Markaa qof iimaankiisu kaamil u yahayna arintaasi waa wuxuu ka yakhyakhsoonayo, aan lagu kici karahayn, aan la samaynahayn. Laakiin maanta waxa dhacday dadku siday Yurub waxa weeyaan ay ugu hadaaqiyaan, oy geed dheer iyo geed gaaban ay u fuushayhiin, wada dheer iyo wada gaaban ay u mareen, badahaasina ay iskugu daadiyeen, ayaa dadkeeni wax allaala iyo wax kastaba suuragal ay ka noqonaysa. Markaa dadka muslimiinta ka caamatan arrinta aad baanu uga digaynaa, kuma bannaana laba qof oo muxram isku ah, intii kalena waa la mid, laakiin muxramnimadu fa ashad way kaba sii daran tahay. Inay sifo guur oo beena inay isku keenaan oo Yurub la iskugu soo geliyo inaanay ahayn wax sharciga Ilaahay ku bannaan. Rabbi subxaana wa tacaala maanta walaalayaal majliskeena inahaasi ayaynu ku soo ururinaynaa. Ilaahay subxaana wa tacaala waxaynu ka rajaynaynaa sida saxda ee fiican inuu Ilaahay mar walba inugu waafajiyo. Wa juziitum khayra, sidaa fiican aad noola socoteen, aad barnaamijkana aad ugala qayb qaadateen. Wa juziitum khayra, wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuhu.